لان المسلسل يعني هو فعلا ملحمي، يعني هو بيتحرك من مكان لمكان لمكان، لزمن لزمن، في صراعات في كل جغرافيا حاجة، زمنيا حاجة. فهو غني غني ومش نمطي، يعني مش نمطي مثلا قصة حد من الأول للآخر وخلاص، مش حاجة واحدة. التاني والرابط بينهم موسى طبعا، نجم محمد رمضان. المسلسل مكتوب حلو قوي. محمد سلامة أنا دايما بسميه المخرج العالمي، يعني زي مخرجين الأجانب. محمد رمضان طبعا يعني نجم بجد، نجم بجد كبير، هو فعلا نجم كبير، هو محترم جدا، راقي جدا، ودود جدا، محب للناس جدا، محب لزمايله جدا الموجودين في اللوكيشن، داعم لكل الناس. طبعا فكرة ان انا اشارك في مسلسل بطولة نجم كبير بحجم جماهيرية محمد رمضان طبعا يعنيني، بالتالي ده حاجة طبعا يعني جمهوره هي المخلص ليه اللي بيحبه يتفرج عليه. وعلى فكرة جمهور رمضان من مختلف الفئات، عشان بس الجمل اللي حرام بتتقال ان هو جمهوره مثلا فئة محددة، لا 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 خالص. شخصية حلوة وفيها ليها اوجاعها، وشكلها مختلف خاصة عن عبير الناس بتشوفها، يعني مش الشكل اللي انتوا متعودين عليه دي، اللي هو شكلي متغير. يعني انا دايما بقول ان شخصية افيم لو كانت كاركتر قوي يعني حاجة مش شبه الناس هي دي اللي بتغيري الشكل، لكن لو شخصية شبه كل شبهك وانت في البيت ولا شبهك ولا العادي، يعني الاداء بقى بتاعها وتفاصيلها النفسية وتتكلم بقى ايه وتعمل ايه والحاجات الكثيرة دي، هي دي اللي بتخلي الشخصية تبان اكتر من فكرة الشكل الخارجي بس. المنافسة شيء عظيم جدا جدا، اولا هي مش بس لصالح الممثل، لصالح الدراما ككل، الدراما المصرية ككل، لان انت ليكي منافسين ايا كان حجم تنافسهم ايه بالنسبة لك، عندك دراما لبنانية، عندك دراما خليجية، عندك سورية، ده بيقوي موقفك انت كدراما مصرية خلال رمضان وخلال السنة، لان انت عندك جمهور عريض جدا، جمهور وطن عربي بالكامل بيتفرج عليك وبيتفرج على بقية الحاجات على فكرة برضه، وبالتالي هو ده حجم المنافسة، انك يعني تكون عندك اعمال كتير او ايا كان يعني العدد، بس اعمال مهمة جدا تقدري تنافسي بيها عربيا، ده اهم حاجه.